وفرحان اني موجود معكم. والله بعد السنوات هذه فرصة كبيرة وحلوة بشريت الناس اللي أنا خدمت معهم واللي شفتهم واللي كانوا في مستوى عالي. فما حاجات ما تقالوش قبيل محرز ما قالهمش، اللي في الدورة هذيك في البطولة متاعنا وصلنا في وقت من الأوقات كان فما الفوتبول والفولي والهون كانوا في طليعة، وكان فما غنية حلوة ياسر غنيوها، معناها يقولوا كرة السلة والطايرة والقدم واليد في الطليعة، معناها في الطليعة الطليعة معناها وصلنا في حاجة حلوة وتتلعب. والباسكيت كنا نلعبوا في الباليه دي سبور، معناها في القبة، معناها كان باليه دي سبور كنا نلعبوا في القبة، معناها كان مستوى عالي عالي للغاية، وكانت جو من أحسن أجواء اللي كنت شفت. ورا فيهم هنا بعض الملاعبية موجودين قدامي، شيء يعمل كيف نبدا برشيد لاسعد اخضر الموجودين بحذايا، نقول محمود، محمود بعد ما ولا محمود ولا سي محمود لقيته ولا رئيس الجامعه بعد الفتره اللي عديناها مع بعضنا في اليونيفرسيتير وكل الامور هذيك، معناها حاجه كبيره. فما نسيت الاسم الحقيقه، مرحبا مدام بن سعيد من هنا موجوده، عبد القادر بن سعيد اللي كان يضحي في وقته وكل شيء معانا في الترجي وقت فينا سعيد بو بكر، ايامات هزا البنات جيب البنات، وككولاسيون وكالشيخات هذوك، كان حاجه حلوه برشا. والحقيقه سان بليزير تكونت الاسوسيسيون هذه، نكونوا معاكم ونقربوا لكم، واحنا ولاد الترجي ونقطوا ديما ولاد الترجي، ما فيش نحبوكم.